أخيرا لليوم ليا راح نروح فيها عن أهمية دور التطوع لخدمة المجتمع خصيصا بهذا الوقت. بهذا الوقت في كثير من الناس يمكن ما عم تقدر تطلع إلى عملها، في الأشخاص اللي هن يمكن فينا نقول عنهم مياومين ليا وبيشتغلوا شغل يومي وبحاجة هن يعني هلأ بهذا الوقت إلى عمل. اليوم نحن في ناس كثير رح توقف مع هدول الأشخاص ضمن مبادرات وعم تقوم فيها العديد من الجهات، ففريق ضمان اليوم عم يقدم الدعم للناس يلي توقف واردة. ولنحكي أيضا عن المبادرة اللي عم يقوموا فيها اليوم، معنا مديرة العلاقات العامة للمبادرة مياس الباشا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. اهلا حبيبتي، كيفك مياس؟ اهلا وسهلا فيكي. يعني مثل ما ذكرنا انه كثير من الاشخاص هن لازم نوقف حدهم، وخاصه يمكن الكبار بالعمر يلي قاعدين ببيوتهم يلي شوي ما عندهم حدا يسال عليهم. اليوم قديش مهم انه نحن وببيوتنا فينا نشارك، انه نحن نفرح قلب عالم، فينا نشارك كمان نحن ننبسط اذا قدمنا شيء لناس. خلينا نحكي عن اهميه هي المبادره، من نحن وبيوتنا فينا نشارك بهي المبادرة. تمام، هلأ نحن بلشنا بهي المبادرة من فريق إضماني، مبادرة إضماني يعني كان غرضنا نوصل للعالم يلي وقف دخلها، يلي هي بتعتمد على المدخول اليومي للكبار بالسن ما بقى في يشتغلوا. حاولنا من عنا نبلش نحن تقريبا 300 سلة، طلبنا من العالم انه ما حدا ينزل، نحن بنوصل لعندكم عبيوتكم، بيصل لعندكم السلة الغذائية او اي شيء حبينا نشارك فيه لعندكم على البيت، بس مشان ما ينزلوا ما يصير تجمعات. حاولنا نتواصل مع العالم اللي هن فعلا توقف دخلهم، الحمد لله كان في ايجابيه معنا، العالم ما نزلت، نحن رحنا لعندهم، ما عملنا تجمعات يعني وساعدنا مع العالم. مياس، عم تستقبلوا تبرعات من بعض الاشخاص، تبرعات عينيه كمثلا رز، سكر، مواد ممكن انه هي تنضاف على السله الغذائيه؟ طبعا هلا نحن عم نستقبل من العالم مساعدات مثلا عينيه، ونحن كان غرضنا لما نحن اعلنا انه نحن رح نبلش نوزع سلل غذائيه، كان غرضنا انه العالم تعرف مشان تشاركنا. يعني نحن قد ما قدرنا نوزع لسه لازم في كثير عالم لازم نوصل لعنده، ولحالنا اكيد ما بنكفي. يعني نحن غرضنا نوصل للألف سله واكثر اذا العالم شافتنا وساعدتنا، بمثلا يلي رح يساعدنا بشيء بسيط ممكن يصل لعائله محتاجه. محتاجته لهالشيء البسيط، طبعا يمكن كيس سكر صغير او برغل او حمص او عدس او اي شيء ممكن الواحد يشارك فيه. ولكن خليني اسال عن داتا العالم يلي هي بحاجه، كيف وصلتوا لهي الداتا؟ يعني عن حدا دلكم عن ناس بحاجه، او الناس اللي بحاجه كيف فيهم ايضا هن يعني يخبروكم؟ هلا نحن اول شيء بلشت مبادرتنا، طبعا هي فكرة الأستاذ طارق، بلشت مبادرتنا، نزلنا إعلانات على الفيسبوك على صفحاتنا الخاصة إنه مركز الإضماني هلأ في مبادرة اسمها مبادرة الإضماني رح يتم من خلالها توزيع سلل غذائية للعالم المحتاجة. صارت توصلنا مسجات على الصفحة، صرنا ناخذ أرقام العالم وعملنا قوائم لكل منطقة، وبلشنا نحكي معهم وننزل نروح على المناطق لعندهم نوزع نحن. بهالطريقه العيله صارت تدل عيله، صاروا يحكوا معنا، نحكي معهم على الموبايل نتاكد وصلهم، اذا مثلا نحن نزل هذا الفريق اليوم على هي المنطقه نرجع نتصل فيهم وصلوا تمام كله تمام هيك. يعني اليوم قديش الشباب مهم انه يساهم بنشر الوعي لثقافة التطوع، ثقافة العطاء، هي الثقافة اللي لازم تكون موجودة عند كل واحد فينا. شفنا من خلال صفحتكم انه في كثير عالم بس سمعت انكم انتم عم تقوموا بهي المبادرة نزلت لحتى تساعدكم بتحضير السلال، قديش هذا الشيء عم ينشر حالة من الوعي؟ تمام، هلا كثير شفت هاي الفترة في كثير أشخاص وكثير عالم وشباب ومن عمرنا ساعدونا، كان العمل يعني بيناتنا كلياتنا توزع، بتحس الكل عم بيشتغل ومبسوط إنه نحن عم نعمل شيء، حتى لو هو كان شيء بسيط يعني، بس من عمرنا من فئة الشباب كله كان مبسوط وهو عم يشتغل إنه هو رح يساعد بشيء، حتى لو ما قدر يساعد مثلا
انه مثلا مواد او شيء، بس كان ساعد بالتحضير. ايوه تمام تمام، تجهيز السلال، تغليف السلال، كله كان هي مساعده كثير بتخلي الواحد انه يفرح انه كل هالعالم مبسوطه انه هي عم تساعدنا. تمام. يعني بسنوات ماضيه وخلال الحرب يلي كانت على سوريا، شفنا كثير من المبادرات الشبابيه، المبادرات التطوعيه. مثل ما ذكرتي المتطوعين صار عندهم حاله من الفرح والعطاء، هو شيء كثير عظيم. وايضا المتلقي يمكن كان كمان يلي المتلقي يلي بحاجه كمان عاش بحاله فرح وسعاده ورياحه نوعا ما. ولكن أهمية المبادرات اللي هي وليدة الحالة، يعني اليوم في ظل الوباء يلي منتشر على تصدي لهالوباء، اطلقتوا هي المبادره لحتى الناس تضل ببيوتها، وللمساعده ايضا، ولكل حدا حابب يشارككم فيك تخبرينا كيف فيه يشارككم. هلا كل حدا حابب يشاركنا، طبعا نحن موجود عنا على صفحاتنا على الفيسبوك اعلانات، موجود ارقامنا، اي حدا بحب يتفضل لعنا على المركز، واللي ما فيكم تجيبوا انتم واللي ما بيقدر ينزل نحن فينا نجيب من يعني اللي بده يبعته وعن هاي الطريقة. يعني اليوم انتم عم تدعوا عن طريق الفيسبوك العالم لانه هن يقدموا المواد، او في رقم معين؟ تمام. هلا نحن انت بتعرفي هلا في كورونا ما في تجمعات ما في هي، نحن هلا على التواصل الاجتماعي بننزل اعلانات مع رقم معين بيحكوا عليه العالم ونحن نتواصل معه. تماما. يعني ما في احلى من انه نحس ببعض ويكون قلوبنا على بعض. يقول يعطيك العافيه لك ولكل الجروب يلي معك، والله يعطيكم الف عافيه، ويعني الشيء اللي عم تعملوه كثير حلو. شكرا كثير لك مياس الباشا، واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. شكرا كثير لك مياس، بتمنى لكم كل التوفيق، وتقدروا توصلوا لعدد السلات يلي حاطينه ببالكم انكم تقوموا فيه لمساعده اكبر عدد من الاشخاص.